قدوميها قبل كابنادر أهنا دوقة مجالدة مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فيليش قدومي كحيين كأرمها بلشدة إيه قبل كابنادر قار كم إذا قدومياش دقموين قبل كابنادر حل ما نكتر زم برلمان كصومالي يي أرك هوين كقبل كابنادر يا عاو كقيب قلي برامج ككلون كودتشي كيس دحقل كبلشدة أه برامج وسوهن لسي قدوميها قبل كابنادر أهنا دوقة مجالدة مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فيليش وحانا لغو قبتايد دقمدا شيبس اي قبل كابنادر سيدا عادادا هيد واحا او دوقا مقالادا مقدشو اهنا قدوميها قبل كابنادر مدن عمر محمود محمد او دقي سي سوالا اي ويديين او دياشا داقن كاد دقمدا شيبس اي تلوين كو اعدن هورمارين تا قبل كابنادر شعبي صوماليا ديخا قاران كاد دقمدا شيبس وحان لاي هاي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم دولة دينا فدرال كاه وهي وكيل كينوغيهين حلبانة دا شرف تله ايو غبرناتوره نقول كبنادر انا دوغا مقالة دا موديشة نوحن لأي هاي كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته وحاق عن اذين سافو هذا لك شعبك الصوماليات وحلق لغبة هاي هاي وان لي هاي دولة دين قرب استاقة قعانت قبطة وهي دانتين ايضا ابن قمها وحان دانتين كجرين كسكرة قهات شيخ حسن اوكوها اللي يي مقع قدومياش الدقموين كقبل كبنادر اي مناسبة دقوبجو كاها وحا اوشيغين بلشادة عاصمة دا اي مهديان برامج كلن كودتشي كيس دحقل كددوينها برامج كان وحو كل مية مدن قدومية أركتنا وحا بلاوضي وقت في عن عاوة انتو عاسكو عركان إلا يسيدات قدومية دقمو برشادة كسوكو وحا دريمي ساين قدومياش دقموي كعتا برامج كان أمي دي و ماشي كلن كان وكرد عايوة اي سكو قول مدان اي ودى جوغان تاس او اسدحقال كالا ايو درين قونية له صاحبنا كو أورتي أو شغالي إيو إسكو ورغب كي جوك تكاليكتي رنتي هرشي بيس قدومية قبل كالا جوكو أو عاو فرينتي سال كان كجيدين أيو أنا يو حالين أو كريا مقعي مرتيني إمادي أو إلا إسديد قدومية دقم أهد إنا عطكو هذا هل كان كمو جيو رنتي صاحبنا دن بحي مرغاتكي يهين قدومية علي سومالي سيدا قروح دو بدن أو دقم دان أو شغالين أيو إيو إنتانو بلشا إنو اسكو هايو حلبان داير أمين جيسو هو كم إذا هامو دنياش برلمان كا فدرال كا صومالية إيه قوب جو كا كولان كا وحو إسنا دن كيسة المامي أما أنو أجي ديو قدوميها قبل كا بنادر أهنا دوقا مقالة دا مقدشو دور كا هورو مريناد يسيدو أو بلشد يسو أوليغي إيه سانا يو سي أوغا دا باهيا هاي قبان قدومية دقمدا شبس وحان قرينا إنا إتاي مقالة دي البحة نمضا لكسو قاري وحا عدانا دقمدا شبس إن مركو قوار يسوبا أي أصل ما يسنين قاب إسلاح قلا أي إذا أهانتين وحا مهمة إن الغضة إذا دقمدا شبس تلك إذا سيدا يسلاح قلين سيدا ينوضه وجعله حمر أما شبس كجوب أما شبس كده قدوميها دقمدا شبس علي أحمد عبدالله علي صومالي waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo xubnaha kale ee gobolka ka socda ka dalbaday in ay wax ay ka qabtaan baahiyaha bulshada reer jibis ay caaway soo bandhigeen gudoomiyaha soo dhawow ku soo dhawow degmada jibis waa degmada nabadeed waa degmada dadka degan ee yihiin dad multicultural jiraada dad xaraariya ilbaha ku suntan inay yihiin dad nabadeed oo maamulka halkan ka jira oo aan gudoomiyaha uga la shaqeeyo waxaan farxad inaan gudoomiyaha gobolka uu nala joogo baahiyaha odayaasha iyo dadka deegaanka uu dhageysanayo wixii limitationa oo jira oo degmada ka jira odayaashii iyo culimaadiinkii hadlay ayaa dhameeyey anigana xoojinayaa gudoomiye in wegliska ama limitationkana jira ee odayaasha deegaanka ay sheegeen in wax laga qabto maamulka sare gobolka banaadirna wax ka qabto gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir marwa basma caamir axmed shakeyti oo iyadana ka mid ahayd mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ayaa tibaaxday in maamulka gobolku uu xoogga saarayo xalinta baahiyaha arrimaha bulshada oo ugu horreysa waxbarashada
waxaan rabaa programka een isdhexgalka bulshada iyo wada tashiga kulanka ee bulshada inay ahmiyad gaar ah u leedahay bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir caasimadda waa dareemi kartiin waa magaalo madaxda dalka een ahmiyad gaar ah u leedahay bulshada in la dhageysto amaamirtoodii iyo waxqabadkoodii wixii u qabsoomay iyo baahiyadooda inay ka hadlaan anagoo tixgelinayno aan waqtiyan inaan siino shacabka ku nool magaaladan ee aan ku magacaabannahay inaan u adeegno aadaan u soo dhaweynaa sidii sharafta lahaa qiimaha lahaa ee nagula hadleen iyo baahiyada ay soo gudbiyeen oo u horeeya dhanka waxbarashada iskuulkii macalinka uu sheegay uu ahaa iskuul maxamuud axmed cali waxaan rajaynaa in la dayactiray iskuulkaashaale in la dayactiray 2018kii haddana ee baahiya laga sheegay waxaan rajaynaa insha allah inaan kormeer ku imaan doono gabagabada kulanka wada tashiga isdhexgalka bulshada ee lagu qabtay toddobaadkan degmada shibis waxaa soo xiray oo ka jawaabay su'aalihii dadweynaha reer shibis gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish isagoo tilmaamay in waaxaha ay quseyso arrimaha cabashada ee reer shibis ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka shaqayn doonaan waxyaabaha baahida bulshada ee ay soo jeediyeen reer shibis arrimaha bulshada hadday ahaan lahayd xagga waxbarashada dadaal aan ka wadna wada ogtihiin xagga caafimaadkana waa sidoo kale waxaa ka jawaabay oo jawaabay ka bixiyey gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka banaadir basma caamir oo iyadu si gaara ay shaqadeedii u tahay waad ogtihiin waxbarashada meelaha aan soo marsiin iyo meeshaad ay loo joogto waxaan rajaynaynaa inaan la helin qof soomaali ah ee ku nool gobolkan banaadir ee aan wax qorin waxna akhrin inaan lahayn meeshaan u socono waa halkaas isla markaas waan ognahay caruur badan inay guryaha joogaan oo iskuul aadin duruufta qoyska darteed sidaa darteed ayaan go'aansanay inaan la soo wareegno waxbarashada hoose dhexe si aan u gaarno waxbarasho firi ah ama lacag la-aan ah oo ubadka soomaaliyeed ay u helaan yacni inay iskuul aadaan iyadoon lacag laga qaadayn halkaasaan u soconnaa tallaab kasta ama fikir kasta oo arrintaas gacan ama garab nagu siin karana aad baan u soo dhaweynaynaa dhammaanteen aan iskaashanno dhammaanteen aan u dadaalno jiilkeennaan hadda jooga jiilka xiga inuu noqdo jiil waxbartay oo bedela yacni dalkeen iyo mustaqbalka ummaddeen wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah ibraahim xaaji yuusuf warbaahinta gobolka banaadir magaalada muqdisho